السلام عليكم. بصوا، هو فيديو صغير كده. في فيديو انا كنت عملته قبل كده عن فهد صبحي. لو مش عارفين فهد صبحي، هي كانت قضية حصلت في الكويت، والقضية دي ظهر كده انها كانت مشهورة جدا، وكان فهد صبحي اتهم بقتل واحدة، والله ما فاكر اسمها حتى. الفيديو ده يمكن انا عملته من سنة، بس امبارح او اول امبارح تقريبا جات لي شوية تعليقات كتير كده على الفيديو ده. انا كنت نسيته اصلا، مش عارف القضية تحولت لضرب أفضى إلى موت وحاجات زي كده. المهم إن اللي واضح يعني من التعليقات كده إن القضية اتحكم فيها. دخلت قعدت أدور كده على الانستجرام بسرعة، ففهمت إن تقريبا فعلا حصل حاجة زي كده. المهم إن هو كان محكوم عليه بالإعدام، والحكم فعلا نزل. يعني الحمد لله التحليل اللي أنا حللته للشخص ده القضاء أثبته. وهنا في حاجة مهمة جدا، دي من مميزات ان انت تتعلم ازاي تحلل الشخصية، لانك هتبقى فاهم ايه اللي بيدور حواليك، ايه اللي بيحصل حواليك، الموقف ده صح بالشكل ده ولا المنظر اللي انا او المقصود من الفيديو علشان انا اشوفه صادق ولا لا. المهم، كانت خلاصة الفيديو ان تحليل فهد صبحي ان الوجه بتاعه بيضاوي. واحنا عارفين يا جماعة من صفات الوجه البيضاوي ان هو شخص عاطفي. اولا الوجه العاطفي او الشخص العاطفي مستحيل يقتل، ولكن برضو يعني على انا مش عايز اقول ان فهد صبحي ملاك، لكن كلنا مخطئين يعني. لكن الفكرة ان هو في حتة العصبية، فالشخص ده ينفع ان هو يتعصب، ينفع ان هو يتنرفز بسبب مواقف معينة. لكن فكرة ان الشخص ده يقتل عن طريق سبق الإصرار والترصد، يعني أنا مستني شخص علشان أعمل الجريمة الفلانية، الوجه العاطفي مستحيل يعمل حاجة زي كده، سواء الوجه البيضاوي أو الوجه الدائري. حتى الوجه المثلث على فكرة صعب إن هو يعمل حاجة زي كده، لأن عارف إنه هيتضر من وراها، رغم إن الوجه المثلث مش عاطفي إطلاقا. المهم، من فضل الله ان التحليل بتاعي طلع صح والقضاء اثبت ده، ودي مش جدعانه مني على فكره. يعني احنا عندنا مثل في مصر، اذا شفي المريض من حظ الطبيب. فاذا كان التحليل بتاعي صادق بنسبه 100% فده من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب انت عامل الفيديو ده ليه؟ يعني عشان تقول ان انت جامد وبتاع؟ لا خالص، بس انا في فيديو شفته على الانستجرام فهو استفزني الصراحه. يعني الفيديو ده لاخو البنت اللي توفت، الله يرحمها، لا نزكي على الله احدا ولكن ان شاء الله في الجنه باذن الله، اعتقد اللي هي اسمها دانا تقريبا، وهي محاميه تقريبا على اللي انا فاكره. والله في الفيديو ده هي كانت بتنتقد يعني القضاء في الحكم، طبيعي يعني ما اختها توفت فطبيعي اكيد عايزه القصاص والكلام ده يعني. وانا كنت حللتها على فكره، هتلاقي الفيديو كله كده في الاي اللي فوق دي. الخلاصه، لو احنا هنحلل الفيديو اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده عن طريق لغه الجسد، احنا اتكلمنا قبل كده في حاجات بسيطة عن لغة الجسد، زي مثلا ان الشخص لما بيجي يتكلم وبيكون صادق في الكلام اللي هو بيقوله دايما بتلاقي ايده مفتوحة، راحة اليد دايما بتظهر اليمين والشمال في نفس الوقت لا ارادي. فلو جيت كده، ما تيجي نتفرج على الفيديو من البداية. قاتلة كل قضية بكل مخطر بكل شكوى خاصة. اصحي حكومة بيدي، ما تقدرون علي. والفعل وينه؟ اول درجة الحمد لله نصفنا القضاء، بالاستئناف يعطي مؤبد، ثلاث دكاترة ضده، الشهود كلها ضده، طعنة 21 سنتي حرقت هاليد. اعتقد انتوا شايفين هنا الايد محطوطة ازاي. برضو كمعلومة في لغة الجسد، اي شخص تلاقيه هو بيتكلم واخد الوضعية دي او واخد الوضعية دي او واخد الوضعية دي، اي حاجة من الحاجات دي، حتى وهو قاعد ممكن تلاقيه ضامم رجلين الاتنين على بعض. الوضعيات دي في لغة الجسد بتدل على ان الشخص ده خايف من حاجة، في حاجة مش عايز يظهرها، مش عايز يسمع الكلام اللي حواليه. على حسب الموقف انت تقدر تحلل الوضعية دي ايا كان الموقف ده، ولكن الشخص ده حذر او مش عايز يصرح بالكلام اللي هو عايز يقوله او اللي جواه، الافكار اللي جواه يعني. فطبعا في الفيديو ده هي حاطه ايديها على بعض كده، فتقريبا الوضع واضح يعني كتحليل لغه جسد. هي الفكره كلها بس من الفيديو ده زي ما قلت لكم ان احنا نبتدي نفهم ايه اللي بيحصل حوالينا وبيحصل ليه وبيحصل ازاي. هو خلاص يعني هو كان محكوم عليه بالاعدام ودلوقتي اتحكم عليه بالمؤبد، فاعتقد ان كده خلاص. انا معرفش بالظبط الوضع في الكويت عامل ازاي، بس اعتقد كده خلاص. فالفيديو اللي انا بقوله ده سواء يمين او شمال مش هتفرق في حاجه، بس انا اهم حاجه
ان الناس مهم جدا ان هي تتعلم تحليل الشخصية، وخصوصا لو انت شخص عاطفي، لان لو انت شخص عاطفي هتبتدي تحكم بعواطفك. يعني لو انا شايف فهد عمالي عيط مثلا وزعلان بسبب ان هو اتحكم عليه بكذا، تلاقي نفسك بدأ بما انك انت شخص عاطفي بقيت معاه. لو لقيت الشخص المضاد لي بيعيط وزعلان، هتلاقي نفسك لا ارادي بقيت معاه. ودي الاساليب اللي بيستخدموها ناس كتيرة جدا من اللي هم بيحبوا السيطرة، وتحديدا اللي بتكون الانف بتاعته معكوفة، ولكن من هنا تحديدا اللي هي الصفة اللي احنا بنقول عليها الادارية. ولكن الادارية لما تكون في طرف الانف، النوع ده من الناس بيحب دايما يسيطر على الناس بس عن طريق العواطف. فاذا كنت شخص عاطفي هيتسيطر عليك بسهولة من الشخص ده. مش قصدي ان دانا كده، لا لا لا، انا بس دخلت في حاجة كده في تحليل الشخصية يعني بالمناسبة يعني في اللي انا بقوله. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتعمل طبعا لايك للفيديو، ولو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك، مفيش مشكلة. وبس، سلام.